العواصف اللي زي دي بتعرض الجينات الوراثية للكائنات للخطر، يعني ممكن بعد كام سنة أحفادي يبقوا حصنة. أنت ما بتحبش الحصنة ولا إيه؟ أنا عايزهم يطلعوا حمير زيي، بيتحملوا حكماء أذكياء وما بيتهوش، وتقدر تعتمد عليهم وبيعرفوا يروحوا البيت لوحدهم. عمرك قبل كده سمعت عن حمار ته؟ الحقيقة لا. شفت بقى؟ أنا حمار وعايز عيالي يطلعوا حمير وأحمر مني كمان. ما تقلقش، ما اعتقدش إن حاجة زي دي ممكن تحصل. ما اعتقدش إننا مثلا في يوم ممكن نلاقي فيل بمأمأ. وسع وسع يا أفلاطيوس. أفلاطيوس، هو اللي أنا شفته وسمعته ده حقيقي؟ ممكن تكون حالة عرضة، مش كل الأفيال يعني. مش ممكن، أحفادي أحفادي المزاجين هيبقوا حصينة. اهدى اهدى يا سعدون، اهدى، مش كده. فوكسي، ايه اللي بيحصل؟ مفيش، الحيوانات زهقت، كل حيوان كان مش مبسوط بحاله ونفسه يكون حيوان تاني، فقرر كل واحد فيهم انه يغير نفسه ويبقى الحيوان اللي بيحبه. عن اذنكم. ايه، رايح فين؟ ده ميعاد تغيير الجلد السنوي بتاعي، انا متحمس جدا اني اشوف جلدي الجديد هيبقى لونه ايه. أفلاطيوس، اتصرف يا أفلاطيوس. في ايه بس يا نوناو؟ البقر عمال يعوم في المية عند النبع وعامل نفسه بقى لقيت مسيح، وبيقول ان من النهاردة مفيش لبن للقطط ولا لغيره. سعدون، ناديلي على كل الحيوانات في اجتماع سريع قدام الكوخ بتاعي. يا سكان الجزيرة، واضح ان في مشكلة، كل واحد فيكم مش راضي بدوره ومش مبسوط باللي بيعمله، ممكن اعرف ليه عملته كده؟ انا زهقت من لون جسمي، كنت بشوف التعبان بيغير لون جلده كل شوية، كان نفسي أكون زيه. وإحنا قررنا نبقى نباتيين زي الأرانب. الأرانب بتعرف تنط بشطارة ومشهور عنها السرعة. إحنا بقى عايزين نكون خرفان، الصوف بيتعمل منه قماش وخيوط وبيدفي في الشتاء وكل الناس بتحبه. أنا صحيح كان نفسي أبقى أي حيوان تاني، بس ما كنتش أعرف إني مليان مميزات زي ما فيلو بيقول بالظبط. أنا مش عايز أبقى سنجاب تاني، خلاص أنا عايز أبقى خروف. ما أنا سعيد قوي يا سعدون، تعرف ليه؟ عشان صوتي قوي وبسكت لك الحيوانات بيه. لا، علشان الحيوانات أخيراً اكتشفت قيمة نفسها، كل واحد فينا مليان مميزات ما عرفهاش غير لما شاف نفسه بعين مختلفة. محدش هيبقى قنوع غير لما يحس إن اللي عنده ليه قيمة حتى لو كان قليل.